اسمي يحيى وأنا في المستوى الثالث في اللغة العربية. المثل الذي سأحكيه لكم اليوم هو مسمار جحا. In English, this proverb translates to Juha's nail. جحا هو شخصية خيالية من التراث الشعبي في كثير من الثقافات القديمة، ونسبت إلى شخصيات عديدة عاشت في عصور ومجتمعات مختلفة. وفي الأدب العربي نسب جحا إلى أبو الغصن دجين الفزاري الذي عاصر دولة الأموية، وهو أقدم شخصيات جحا وإليه تنسب النكات العربية. وفي الأدب التركي نسبت قصص جحا من إسطنبول إلى الشيخ نصر الدين خوجة الرومي الذي عاش في قونيا معاصرا للحكم المغولي لبلاد الأناضول، ومعظم القصص المعروفة في الأدب العالمي تنسب له. هي شخصية رجل فقير كان يعيش أحداث عصره بطريقة مختلفة ويتماشى مع تلك الأحداث الشبه حقيقية. هو كان يتصرف بذكاء كوميدي ساخر، فانتشرت قصصه ومواقفه التي كان يتعامل معها في حياته اليومية. مسمار جحا. يطلق هذا المثل عندما يتخذ شخصا ما حجة ضعيفة حتى يحقق أهدافه حتى وإن كان هذا باطلا. ذات يوم كان جحا يمتلك بيتا وأراد أن يبيعه، ولكن في نفس الوقت لا يريد جحا أن يتركه، ووضع بعض الشروط على الشاري، وهو أن يترك لجحا مسمارا في حائط ضمن المنزل، ووافق المشتري على ذلك الطلب الخبيث من جحا. بعد عدة أيام طرق جحا الباب ففتح له الشاري وسأل جحا عما يريد، فقال له جحا إنه يريد أن يطمئن على مسماره. وعندما أطال جحا مدة بقائه في المنزل قال له إنه يريد أن ينام تحت ظل المسمار. وتكرر هذا الموضوع كثيرا بين جحا وبين المشتري. بعد فترة ضاق على المشتري الحال فترك المنزل بما فيه وهرب من ثقل دم جحا ومسماره. وهكذا ذكر مثل مسمار جحا على ألسنة الكثيرين عندما يتخذون الأعذار الباطلة والواهية للحصول على الأشياء بالباطل.